السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد لربح عملة النانو. الموقع طبعا بيدفع على اي محفظة نظامية بتدعم النانو، وفي كثير محافظ نظامية بتدعم هاي العملة. اول شيء تنتقل لنشوف بيانات العملة على الكوين ماركت كاب، بنلاقي انه سعرها 0.75 سنت، يعني تقريبا 3 ارباع دولار، وهي من العمل الرئيسية بالعالم، موجودة على الباينانس، موجودة على كيو كوين، موجودة كمان على بروبيت، موجودة على كل منصات، على الهوبي جلوبال، على كل منصات التداول الأساسية، يعني عملية حقيقية وتتداول العالم فيها 100%. الموقع السبب اللي دفعه انه يدفع هاي الكمية من العملة، طبعا بيقول لك واتش ان ايرن، يعني رح يعطيك مجموعة من الفيديوهات رح تكون الطريقة الأولى للربح من الموقع، رح يعطيك 0.023 تقريبا من عملة النانو. طبعا كان مرة فيك تحضر الفيديوهات، ما بعرف لسه الموقع جدا جديد طبعا، وفي طريقة ثانية للربح هلا بنحكي عليها بالتفاصيل. أول شيء التسجيل بالموقع جدا سهل، كل ما عليك إنك تضغط على لينك التسجيل رح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هو لينك مباشر، أنا ما بستخدم أي روابط مختصرة. بعدين بتروح على كلمة لوجن، هون شايفين أصدقائي، وبتنزل لتحت شوي بتروح على كلمة ساين أب أو التسجيل. هي طريقة تسجيل الموقع، ما بعرف ليش هيك لكن هاي هي الطريقة. بعدين بتروح على الايميل، بتحط هون ايميل خاص فيك، يفضل يكون جيميل، انا بفضل يكون جيميل لانه بيستقبل رساله التفعيل هلا بنحكي عنها. بعدين بتحط هون اسم مستخدم، بتحط هون باسورد، لازم يكون مثلا ارقام وحروف اكثر من 6، وبتعيد الباسورد، بتروح تضغط على كلمه ساين اب، بيكون صار عندك حساب. الموقع راح يبعث لك رساله تاكيد على بريدك الالكتروني مثل هاي الرساله اللي شايفين اصدقائي. بتروح على كلمه كونفيرم ماي اكونت، تضغط عليها، وبعدين بتسجل دخول بشكل طبيعي، بيكون حسابك صار جاهز للعمل على الموقع. تمام اصدقائي، اول شيء الموقع بيقول لك انا بدي بعطيك عده طرق للربح. الطريقه الاولى هي بروح على كلمه ايرن، طبعا اول شيء رابط الاحاله بتوزعه، هو الهدف انه نشر هاي العمله عشان العالم تعرف هاي العمله. اول طريقه هي واتش اند ليرن، يعني شاهد وتعلم، تضغط عليها هيك وبتروح بتشوف. رح يقول لك انا رح اشوف فيك 4 فيديوهات، كل القصه بتاخذ معك 4 دقائق، عفوا 10 فيديوهات، كل قصه معك 4 دقائق. بتضغط على كلمه واتش اند ليرن، طبعا هاي المفتوحه او الموجوده حاليا، هني الموقع رح يجي يضيف كمان فيديوهات جديده رح تربح منها، وطرق تعليم جديده رح تربح منها. تنزل لتحت شوي هيك، بتضغط على كلمه ستارت ليرنينج، بتضغط عليها هيك، طبعا راح يبلش يفتح لك هاي الفيديوهات. شايفين اصدقائي هذا الخط، ما يعد الخط تحت كله 10 ثواني تقريبا كل فيديو، بس بضغط على كلمة هون بلش مشاهدة الفيديو، طبعا بضغط عليها هيك. تمام اصدقائي، راح يبلش شاهد اول فيديو، انا فيني انزل لتحت ما شاهدوا مثل بعضها 1/10، فيني هلا بلش بالثاني. شايفين اصدقائي احنا ومسجل فينا نخلصهم كلهم، طبعا انا ما راح اطول معكم مشان ما اضيع لكم وقتكم، راح اشوف فيكم كيف تتابع للثلاثي مثلا. تمام برجع بضغط هيك، هلا بروح للثلاثه وبكفي لل10 فيديوهات، يعني كل القصه ما راح تاخذ معي ثواني معدوده اصدقائي. فيك تحضر الفيديو وتشاهده الموجود فوق، وفيك كمان بدون اي اشكاليه بس تنطر هيك لحتى يخلصوا الفيديوهات التعليمي. طيب انا راح اوصل للفيديو العاشر لانه بعدين بعدها طريقه كليم الجائزه. هيك انا بكون انهيت ال10 فيديوهات، بضغط على كلمه نيكست فيديو. تمام اصدقائي راح يعطيني هلا بعدها كباتشا صغيره، سكر هاي الاعلان، رح يعطيني كباتشا صغيره، بحل الكباتشا وبضغط على كلمه ايرن نانو اند كيب واتشينج، بضغط عليها هيك، رح يعطيني كميه من النانو. شايفين اصدقائي ضف لي اياها، كتب لي واتش كومبليت يو ويل ريسيف يور نانو سون، يعني هلا شوي تلخ وبعد فتره قصيره رح يضيف لي النانو. فعلا ما لحقنا حكي، ضف لنا الكميه 0.032 من عمله النانو على الموقع. طبعا هلا انا لازم اضيف محفظه نانو للموقع، بجيبها من اي محفظه نظاميه انا بستخدمها او اي منصه تداول انا بستخدمها بتدعم النانو. طبعا غالبيه المحافظ المتعدده بتدعم النانو مثل اتوميك وولت، في حال انت بتستخدم ديسكتوب، كيونومي ما بتذكر اخي الكريم، تراست وولت بتدعمه 100%، انا بشتغل ايام على تراست وولت على الجوال بتدعم النانو، بتلاقي رابط محفظه. كمان منصه التداول الاساسيات اللي هن باينانس والكيو كوين كمان بيدعموا النانو، بتقدر تجيب منه رابط محفظه لهي العملة. طبعا بحط نانو بس بخانة البحث لحتى اطلع المحفظة، بجيبها ريسيف كوبي، شايفين اصدقائي هي كوبي، بسكر نزل المحفظة شوي وبضيف رابط النانو من هون من كلمة ايديت بروفايل. عفوا بنضغط على الكمية، ضغطنا على الزر اللي تحته، بنضغط على الكمية عفوا، بنزل لتحت شوي، بيقول لي الموقع انا معي هاي الكميه من عمله النانو، طبعا فيني اسحبها من هون، بحط
رابط المحفظة، بحط الكمية اللي معي اللي هي 0.02، يعني 32.45. تمام أصدقائي، بحطها بهي الخانة لأنه أقل شيء بلك هو 10,000، راح أحطها بهي الخانة وبضغط على كلمة ويزدرو لحتى أقوم بعملية السحب. كمان في طرق تانية نربح الموقع هلأ منتابع فيها، بضغط على كلمة ويزدرو. تمام، الموقع اللي بعتهم بشكل فوري يور جاست سنت هلأت فروم يور اكونت، انا بعتهم على محفظتي النانو الموجوده على الاتوميك وولت. راح حدث الصفحه وانطر شوي. تمام اصدقائي، ليك اللي اجت كاتب لي الاشاره من تحت 0.32 هاي الاتوميك وولت. راح حدث الترانسكشن مشان الهيستوري افضل. تمام اصدقائي، هاي هي 0.32 اخذتهم بشكل مجاني، قيمتهم ممكن تكون نص سنت امريكي او، لكن انا حضرت هالكام فيديو يعني شغلي جدا بسيطه. كمان فيني ضل حافظ رابط المحفظة النانو الموقع. كمان في طرق تانية لربح هاي العمله مثل ما قلنا، ارجع اجيب رابط المحفظه ريسيف كوبي. تمام اصدقائي، في كمان مجموعه من الفوسيت بهاي الموقع اسمه فوسيت بالاخير تحت طبعا، وفي طريقه كمان جيده ثالثه هلا بنحكي عنها. راح افتح الثلاثه فوسيت، ممكن تكون شيء وحده او اثنين منهم مو شغاله بالوطن العربي ما بعرف. هاي الاولى شغاله، هاي الثانيه شغاله، وهي الثالثه تبعت اليو كي بتوقع بدها دوله اوروبيه الثالثه، لكن راح اجربها بعدين ببروكسي، ما راح اجربها هلا مشان ما ننحظر. تمام اصدقائي، بحط مثلا رابط محفظتي النانو هون وبحل هاي الكباتشا. طبعا وبضغط بعدها على كلمة سيند نانو رح يبعث لي يعني دفع من النانو مجانا، ممكن كل 10 دقائق يمكن فيني عيدها. تمام، الموقع بعث لي 0.36 من عملة النانو، طبعا بلحظة بصيروا بالمحفظة هاي الاتوميك وولت. بنطرهم شوي هلا بيجوا، رح ابعث كمان البقايا. هذا الموقع الثاني كمان بحط رابط المحفظة هون وبضغط على كلمة جيت نانو. بالضبط قديش وقت الكليم بين كل مرة والثانية ما مبين، يعني كمان كاتب لي الموقع نانو سنت يعني لهي المحفظة اللي حطيتها أنا. بعت لي كمية كمان على المحفظة، راح أنطر شوي لبين ما وصلوا. تمام أصدقائي، هاي الكمية الأولى اللي هي 12,000 عفوا ساتوشي عملت النانو كمان وصلت، فيني أشوفها بالهيستوري شايفين اصدقائي. وهي الثانيه كمان وصلوا نحن ومنسجل بلحظه كانوا برصيدي هاي العملات. كمان فيني ارجع حدث الهيستوري مره ثانيه. مثل ما ملاحظين اصدقائي، هاي الكميه وهي الكميه وهي اللي سحبناها بالبدايه. كمان في طريقه لخ بالموقع كمان ممكن تربح منها، طبعا هي استبيانات الراي او سيرفرز مثل ما قلنا باللغه العربيه، ترجمتها استطلاعات راي او استبيانات راي. طبعا هي الافضل، ممكن تربح موجود اربع استطلاعات راي. شوف اذا انت متاحه ببلدك، بالبلد اللي انت قاعد فيه متاحه، ممكن تربح منها 2.6 هي الاربع استطلاعات، يعني فينا نقول بيطلعوا اكثر من دولارين امريكيين. اذا قلنا قيمه الواحد نانو 0.70 وكسور، فبيطلعوا اكثر من دولارين امريكيين، وهذا شيء كثير سهل الربح منه وكثير كويس. فلا تنسوا اخواني بالنهاية تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس تدعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.